بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الليلة داير أوريكم حل مشكلة اليو اس بي الما بيقرا من التلفون للكمبيوتر. كثير من الناس الواحد بيوصل اليو اس بي من التلفون للكمبيوتر، داير ينقل ملفات من الكمبيوتر للتلفون أو داير ينزل ملفات من التلفون للكمبيوتر، واليو اس بي ما يقرا احيانا، وفي احيان تانية يقرا له شكل كاميرا، يعني التلفون يظهر له في الكمبيوتر شكل كاميرا. طيب حل المشكله دي كالاتي: عندنا حاجتين بنعملهم. في برنامج معين بننزله اللي هو ده اسمه سامسونج يو اس بي درايفر فور موبايل فونز، بننزله في الكمبيوتر، بحط لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو. بننزله في الكمبيوتر ونعمل له سيت اب عادي، وبعد ذاك بنمشي التلفون بنغير حاجات معينه في الاعدادات. طيب عشان ان احنا ننزل البرنامج ده، انا خدت الرابط، مجرد ما فتحته بيجيك الرابط بالطريقه دي، نضغط على كليك هي تو كونتينيو، بتظهر معانا الصفحه دي، بيبدا معانا العد تنازلي من 5 ل 0، ننزل تحت نضغط على المربع الصغير ده جيت لينك، بيفتح معانا الرابط، تفتح معانا صفحة الرابط، بنضغط على كليك هي، بينزل معانا عادي ملف مضغوط. طيب بعد نزل معانا الملف بنجي نفتحه كالعادة، نعمل له سيت اب عادي زيه وزي أي برنامج. رن، طيب قال لي تم تثبيت برنامج سامسونج يو اس بي درايفر فور موبايل فون. بالفعل هل تريد متابعة التثبيت؟ لأن أنا هل تريد متابعة التثبيت على أي حال؟ بقول له يس. التالي تثبيت. نعمل إنهاء. كده البرنامج بيكون نزل معانا، ما في حاجة بنعملها في البرنامج تاني. بنمشي للتلفون، نخش في الإعدادات، بعد ذاك ننزل تحت، بنلقى الخيار بتاع developer options او خيارات المطور بالعربي. في حالة ما لقيناه بنمشي على about device او عن الجهاز او حول الجهاز، نجر الخيار بتاع build number ونضغط عليه اكتر من 3 مرات، يعني ما بين 3 و10 كده كتير. انا لان اصلا خيار المطور عندي قاعد، فما بتحصل لي حاجة، بقول لي you are already developer يا a developer. تضغط كتير يعني 4 5 6 7 8 مرات، بعد كده تعمل باك مرة، بترجع تلقى عندك ظهر خيار a developer options، بتخش فيه طيب تجي هنا لحاجة اسمها يو اس بي ديباجينج او حل مشاكل اليو اس بي، بتعمل عليها صح، تعمل اوكي كده خلاص، بيكون عندك الجهاز بيقرا في الكمبيوتر عادي.